بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاخوه الاعزاء، لنهى الحصه ان شاء الله تعالى والحصص التي تليها غادي تكون ان شاء الله تعالى عباره عن شرح لحديث جبريل اللي ذكرناه في الحصه السابقه، حديث جبريل المشهور، هذا مشهور عند اهل العلم، حديث جبريل المعروف اللي فيه ان عمر رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وعليكم السلام، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع يديه على ركبتيه وأسند فخذيه إلى فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبريل: صدقت. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه. هذا الحديث رواه الله رواه مسلم رحمه الله في صحيح، وذكر الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وهو الحديث الثاني، فهو حديث عظيم. إذا نحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه. هو الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أربعة مباحث: البحث الأول الإسلام وأركانه، والبحث الثاني الإيمان وأركان الإيمان، والبحث الثالث الإحسان ومعنى الإحسان، والبحث الرابع هو الساعة وبعض أشراطها، يعني بعض علاماتها. إذا نحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن أمرين اثنين فقط. الأمر الأول سنتكلم عن الإيمان وعن أركانه، والأمر الثاني سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن الساعة وعن بعض أشراطها، وسنركز إن شاء الله تعالى عن علامات الساعة الكبرى، لأنه كما سيأتي معنا الساعة لها علامتان، علامات صغرى وهي كثيرة جدا، وعلامات كبرى إن شاء الله تعالى سنعرج على بعض العلامات الصغرى، وليس من يعني لن يكون شرطا أننا سنحيط بهذه العلامات الصغرى، يعني ماشي لازم غادي نذكرها كاملة، وإنما سنجتزئ وسنذكر بعضها. أما العلامات الكبرى هي اللي غادي نذكرها إن شاء الله تعالى كاملة، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. أما الإسلام وأركانه، هذا له علاقة وطيدة بمباحث الفقه، له علاقة وطيدة بمباحث الفقه. كذلك الإحسان ومعناه له علاقة بعلم السلوك وبعلم الرقائق وما شابه ذلك. طيب، إذا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الإيمان، ومن بعد سنتكلم عن الساعة. إلى الآن سنشرع في الكلام عن الإيمان وعن هذه الأركان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإيمان، كلمة الإيمان وكلمة الإسلام كلمتان ومصطلحان شرعيان، كلمة الإسلام وكلمة الإيمان وردا بكثرة في القرآن وفي السنة، وردا يعني ذكر في القرآن والسنة بكثرة. مثلا كلمة الإسلام، كلمة الإسلام عندها معنى عام ومعنى خاص، عندها معنى عام ومعنى خاص، لها معنى عام ولها معنى خاص.
عليه وسلم. ركزوا معي زين. الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، والمعنى الخاص عنده أيضا معنيان، فتحصل أربعة معاني أو ثلاث معاني كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الإسلام بالمعنى الأول اللي هو المعنى العام، المقصود به الاستسلام والانقياد لله تعالى. المقصود بالإسلام بالمعنى العام الاستسلام والانقياد لله عز وجل. نقول مثلا أسلمت لله أي انقذت له وتعبدت له بشرعه، هذا هو الإسلام بالمعنى العام. وهذا المعنى العام يقال من خلاله كل عباد الله عز وجل مسلمون، كل عباد الله عز وجل مسلمون، أي أن أحكام الله عز وجل وتقديرات الله عز وجل تجري عليه. فالله تعالى قدر على بني آدم المرض، وقدر على بني آدم الغنى، وقدر عليهم الفقر، وقدر عليهم الحياة، وقدر عليهم الموت. إذا بنو آدم جميعا لا خيار لهم في هذه الأمور، إذا هم مستسلمون لله عز وجل. وهذا الإسلام بالمعنى العام لا يمدح عليه العبد، لا يمدح عليه العبد، لأننا مستسلمون طواعية وكرها. مثلا فالله عز وجل قدر على بني آدم الموت، فكلنا مستسلمون لله عز وجل في هذا الأمر، يعني كلنا سنموت. الله تعالى قدر على بني آدم المرض، إذن فكلنا مستسلمون. يعني ما يمكنش مثلا عبد من عباد الله تعالى يمتنع عن الانقياد لله تعالى في مسألة الموت ويعارض هذا الأمر، وما يمكنش أن أحد من عباد الله عز وجل يمتنع عن المرض، يقول بأني لن أطيع الله تعالى في هذا الأمر، ما غاديش نمرض أبدا. إذن أنت مستسلم لله تعالى شئت أم أبيت، بمعنى أن تقديرات الله عز وجل تجري عليك. ومنه قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا له. إذن كل عباد الله تعالى مسلمون له بالمعنى العام، يعني منقادون لأوامره ولتقديراته الكونية. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، يعني خاضع لله تعالى، منقاد لله تعالى. وهذا الإسلام بالمعنى العام لا يتاب عليه العبد، لأنه لا كسب له فيه ولا اختيار له فيه. هذا بالمعنى العام. الإسلام بالمعنى الخاص قلت لكم بأنه أيضا ينقسم إلى قسمين، كاين إسلام عام وإسلام خاص. إذن الإسلام ينقسم إلى قسمين، إسلام عام هو اللي شرحناه دابا الآن. القسم الثاني الإسلام الخاص، فيه إسلام عام وفيه إسلام خاص. الإسلام العام هو إسلام الأنبياء جميعا، والإسلام الخاص هو إسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن غادي نعود باش الأمور تفهم مزيان إن شاء الله تعالى. الإسلام أو نقول بعبارة أخرى، الإسلام عنده معنى لغوي وعنده معنى شرعي. إذا بحثنا على كلمة الإسلام في اللغة شنو كتعني كلمة الإسلام؟ كنقول مثلا أسلم بمعنى انقاد وخضع وذل، هذا معناها في اللغة. إذن فالله عز وجل أمر ببعض الأمور، من بين الأمور التي أمر الله تعالى بها أمر أن كل بني آدم سيموتون. هذا أمر ولا ماشي أمر؟ هذا أمر، ولكن هذا أمر كيتسمى كوني ماشي شرعي، كيتسمى أمر كوني. مثل الله تعالى أمر ببر الوالدين، هذا كيتسمى أمر شرعي. هذا موضوع آخر اللي هو الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، موضوع آخر ما تركزوش عليه بزاف. مثلا الله تعالى أمر بأن كل بني آدم سيموتون، هذا الأمر هذا واش ممكن يلقوا أن بعض الناس غادي يخالفوه؟ واش ممكن شي واحد يخالف هذا الأمر؟ جاوبون، ما يمكنش. إذن هذا كيتسمى إسلام بالمعنى العام، إسلام بالمعنى العام. يعني مثلا الكافر هل هو مسلم بهذا المعنى أم ليس مسلما؟ نعم هو مسلم، علاش؟ لأنه سيمتثل أمر الله، الله تعالى قدر عليه أنه سيموت غادي يمتثل. إذن هل الإسلام بالمعنى العام لا يستحق عليه العبد ثوابا ولا جزاء؟ علاش؟ لأنه لا يستسلم طواعية واختيارا، وإنما يستسلم وينقاد
كراهية شاء أم أبى، يعني بزز غادي يموت غادي يموت. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، أو الإسلام اللغوي، الإسلام لغة، الإسلام لغة. ومنه كما قلت لكم قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. إن هذه نافية، يعني أي واحد من عباد الله تعالى إلا وهو مستسلم ومنقاد لله عز وجل. هذا بالمعنى اللغوي. ملي كنلقاو مثلا كلمة الإسلام في القرآن وكلمة الإسلام في السنة، راه ماشي المقصود بها هذا الإسلام، هذا ماشي هذا هو الإسلام المقصود، هذا إسلام لغوي معناه في اللغة. الآن الإسلام الذي يذكر في القرآن ويذكر في السنة هو اللي غادي نتكلموا عليه الآن. الآيات اللي في القرآن فيها ذكر الإسلام، شنو معنى الإسلام المذكور في القرآن، وشنو معنى الإسلام المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي غادي نتكلموا عليه الآن. وغادي نقولوا بأنه كينقسم لقسمين، كاين إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو إسلام جميع الأنبياء، فكل الأنبياء مسلمون بدون استثناء، كل الأنبياء مسلمون، بمعنى أنهم متبعون لشرع الله عز وجل، منقادون لشرع الله عز وجل. فموسى عليه السلام حينما أمره الله تعالى، واش استسلم ولا لم يستسلم؟ استسلم، إذن هو مسلم. إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله تعالى ونهاه، واش استسلم ولا رفض؟ استسلم. وهكذا كل الأنبياء. وكاين أدلة كثيرة في القرآن تدل على أن كثير من الأنبياء تلفظوا بكلمة الإسلام، وهذا موضوع آخر. هذا الإسلام بالمعنى العام في دائرة الشرع، في دائرة الشرع. الإسلام الخاص، الإسلام الخاص هو إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انطلاقا من هذه المقدمة، غير شوية ديال التركيز وغادي تفهم. انطلاقا من هذه المقدمة، فكلمة الإسلام إذا ذكرت في القرآن وفي السنة مطلقة، غيكون المقصود بها شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخاص يقضي على العام. مثلا نذكر مثلا بعض الأدلة. الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن المقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص، يعني شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى لو جاءنا جائع عبد من العباد قال: أنا غادي نبحث على شريعة موسى عليه السلام وغادي نعمل بها. أنتم تقولوا بأن موسى عليه السلام كان مسلما، إذن أنا غادي نعمل بشريعة موسى عليه السلام. يقال له: ولو أنك تعمل بشريعة موسى عليه السلام وتجيب التوراة كما أنزلت، نفترض بأنك حصلت على النسخة الأصلية وعملت بما فيها حرفيا، فإنك مخلد في نار جهنم. علاش؟ لأن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام، وكيقصد بالإسلام هنا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. إذا إسلام موسى عليه السلام كان مقبولا قبل ما يتبعث النبي عليه الصلاة والسلام. من اللي يتبعث النبي عليه الصلاة والسلام، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت إسلام موسى عليه السلام وشريعة موسى عليه السلام. إذا الإسلام المقصود به في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، المقصود منه إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإسلام بالمعنى اللغوي هو الانقياد والاستسلام. هذا كيدخل فيه عباد الله عز وجل كلهم، بل كتدخل فيه كل المخلوقات، حتى الملائكة هم مسلمون بهذا المعنى. الملائكة هم مسلمون بهذا المعنى، تجري عليهم تقديرات الله عز وجل. الجمادات هي أيضا مسلمة، لأن تقديرات الله تعالى تجري عليها. السماوات والأرض وغيرها هي مسلمة، لأن تقديرات الله تعالى تجري عليها. من اللي غادي نتكلموا عن الإسلام الخاص، خرجنا الكافر، بقوا عندنا غير المسلمون. المسلمون إما أن يكونوا مسلمين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام،
هؤلاء المسلمون بالمعنى العام، يعني في دائرة الإسلام الشرعي. المسلمون بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مسلمون بالمعنى الخاص. إذا من أراد النجاة فعليه بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز اتباع غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز اتباع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم، هو الألباني رحمه الله في تحريم آلة الطرب، ملي ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وزعه إلا اتباعه، قال: فهذا من الأدلة القاطعة التي تدل على وجوب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فهذا من الأدلة القاطعة التي تدل على وجوب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فإذا كان موسى وهو أحد أولي العزم، لأن أولي العزم خمسة: إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هل هو أولي العزم؟ هو الخمسة. يعني قال الألباني رحمه الله: فإذا كان موسى وهو أحد أولي العزم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى. كذلك من بين الأدلة أن عيسى عليه السلام كما سيأتي معنا في أشراط الساعة، حينما سينزل في آخر الزمان فإنه سيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما غاديش يحكم بالإنجيل، سيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تابع له عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء تابعون للنبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى الإسلام، هذا هو معنى الإسلام. طيب الآن الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو عنده معنى لغوي وعنده معنى شرعي، عنده معنى لغوي وعنده معنى شرعي. ولهذا مثلا من اللي كنقرأوا في كتب أهل العلم كنصادفوا هذه العبارات، كل يوم مثلا كيقولوا الصلاة تعرفها لغة تعرفها شرعا، كيقولوا الطهارة تعرفها لغة تعرفها شرعا، كيقولوا الزكاة تعرفها لغة تعرفها شرعا. علاش؟ لأن الشرع جاء موافقا للغة، ولأن القرآن والسنة نزل باللسان العربي المبين. إذن الإيمان معناه في اللغة هو التصديق، معناه في اللغة هو التصديق، يعني آمنت لك يعني صدقت، لست مكذبا لك. أما معناه في الشرع، معناه في الشرع كيقول العلماء بأن الإيمان كيوقف على ثلاثة الأركان، كيوقف على ثلاثة الرجلين. الركن الأول هو القول باللسان، بمعنى خاصك تقول لا إله إلا الله بلسانك. الركن الثاني خاصك تعتقد معناها بقلبك، تعتقد معناها بقلبك. الركن الثالث خاصك تطبق مقتضياتها في الجوارح ديالك، لأن كلمة لا إله إلا الله كنعتقد معناها لا معبود بحق إلا الله وكنتلفظ بها، ولكن عندها توابع وعندها آثار، يعني عندها أعمال تقوم بها من صلاة وزكاة وغير هذا، غير هذا من الأعمال البدنية. إذن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. طيب لو أن إنسان قال أنا لا إله إلا الله كنعتقد معناها، يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغادي نشرح هذه المسألة، لا معبود بحق إلا الله، أنا كنعتقد معناها ولكن ما بغاش يتلفظ بها، هذا ليس مؤمنا. لأن الإنسان إمتى كنحكموا عليه بالإيمان؟ حتى كيتجمعوا فيه هذه الأركان الثلاثة: القول باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح. يعني قال أنا ما غاديش نقولها بلسان، هذا لا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب، وأبو طالب يعني المشركون كانوا يعتقدون بأن الله هو الحق، كانوا يعتقدون بهذا، ولكن كفروا عنادا واستكبارا، كفروا عنادا واستكبارا، يعني كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق، وكانوا يقرون بأن الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، ولكن ما كانوا يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قولها. فأبى أن يقولها ومات على الكفر، وكان يقول بل هو على ملة عبد المطلب، فمات عمه
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، غد نستغفر لك حتى ينهى الله تعالى. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدى. إذا الإيمان خاص يكون فيه قول باللسان، نقول لا إله إلا الله بلسان. لهذا الإنسان غير كيف يدخل الإسلام شنو كنلقنو؟ كنلقنو الشهادة، يعني لما قلت الشهادة راك مازال ما دخلتيش في الإسلام. ولهذا عمار بن ياسر حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فعلى رجلا من المشركين بالسيف، يعني المشرك وقع على الأرض، فعمار بن ياسر أخذ السيف على وجهه فقال ذلك المشرك قال لا إله إلا الله، فقتله عمار رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته على أن قالها؟ قال عمار قال والله ما قالها إلا تقية، يعني أخاف من السيف، يعني قالها نفاقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه؟ أفلا شققت عن قلبه؟ يعني واش فكيتي قلبه وتأكدتي بأنه قالها تقية، يعني قالها غير نفاقا؟ وهذا من بين فوائده أننا لا نحكم على الناس إلا بالظاهر. راه لا يجوز أن نقول بأن فلان راه كينافق يقول الكلام بلسانه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن إلا بضوابط معروفة في محلها. إذا الإيمان كما سمعتم قول باللسان، اعتقاد بالجنان، الجنان هو القلب، وعمل بالجوارح والأركان. إذا ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ قول باللسان، خاصك تقول لا إله إلا الله، اعتقاد بالقلب نعتقد معناها، يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، غادي نشرح هذا في موضعه. الأمر الثالث العمل بالجوارح والأركان، وهذا له أدلة كثيرة جدا. من بين الأدلة اللي كتبنا أن الإيمان كيشمل هذه الأمور الثلاثة، قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعرة يرحمك الله، أو بضع وستون شعرة، وكلاهما في الصحيح، يعني إما بضع ملي كنقولوا البضع بين ثلاثة وبين تسعود، البضع بين ثلاثة وبين تسعود، بضع وستون شعرة أو بضع وسبعون شعرة. أعلاها لا إله إلا الله، يعني أعلى هذه الشعب، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أهل العلم أعلاها لا إله إلا الله هذا هو قول اللسان، أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا هو عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء محله القلب، الحياء محله القلب. إذا الإيمان هذه أركانه الثلاثة، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، تصديق بالأركان، عمل بالأركان. وهذا الإيمان له أركان، الإيمان اللي هذا هو تعريفه عنده أركان كيقوم عليها، اللي هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا، حديث جبريل، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان الستة، معنى أن الإيمان إن فقد منه ركن من هذه الأركان الستة يكفر صاحبه، ما كيبقاش مؤمن، ما كيبقاش مؤمن. لو وجد مثلا رجل قال أنا أؤمن بالله، حقق إيمان الله تعالى، قال أنا أؤمن بالملائكة، أؤمن بالمرسلين، أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بالقضاء خيره وشره، الكتب أؤمن بها إلا كتاب واحد لا أؤمن به، التوراة قال لا أؤمن بأنه أنزل من عند الله، هذا يكفر، لأنه يجب أن يؤمن بالكتب كلها، ويجب عليه أن يؤمن بالمرسلين جميعا. يعني قال أنا كنت آمن بالرسل كلهم إلا إدريس عليه السلام، أنا لا أؤمن به، لا أعتقد بأنه رسول. إدريس عليه السلام رسول، ياك؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يعني قال قائل أنا إدريس عليه السلام ما غاديش نآمن به، واش أنا مؤمن ولا كافر؟ أنا كافر، لأنه خاصو يآمن بالأنبياء جميعا. علاش هذا كافر؟ لأنه كذب الله تعالى، الله تعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
انت تقول بان ادريس ليس نبي، اذا ما شنو معنى كلامك؟ معناه انك تكذب الله عز وجل، وهذا غادي نشرحه ان شاء الله تعالى في ركن الايمان بالمرسلين. اذا الايمان تعريفه قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح، الاركان. الاركان ديالو سته، ومعنى ان هذا الاركان ديالو سته لو فقد ركن من الاركان ما كيبقاش الايمان، يكفر صاحبه. لو فقد ركن من الاركان يكفر صاحبه، اللي هي الايمان بالله، الايمان بالكتب، بالمرسلين، بالانبياء، بالقضاء والقدر خيره وشره، الايمان باليوم الاخر. هذه اركان الايمان. الايمان عنده اركان وعنده شعب، عنده اركان، الاركان ديال الايمان سته، وعنده شعب. شعب الايمان كثيره جدا، هي اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، يعني خصال. المقصود بشعبه الخصال. من بين خصال الايمان بر الوالدين. اذا بر الوالدين شعبه من شعب الايمان. قيام الليل شعبه من شعب الايمان. اكرام اهل العلم شعبه من شعب الايمان. زياره المقابر شعبه من شعب الايمان. الصدق في الحديث شعبه من شعب الايمان. صله الرحم شعبه من شعب الايمان، وهكذا. اذا قلنا بان الايمان عنده الاركان السته، هذه الاركان لو فقد منها ركن ما يبقاش الايمان، يكفر صاحبه. الشعب، لو ان هذا المؤمن فقد شعبه من شعب الايمان، ركزوا معي، المؤمن لو فقد ركنا من اركان الايمان يكفر. لو فقد شعبه من شعب الايمان ما غاديش يكفر، كيبقى مؤمن ولكن الايمان ديالو ناقص. مثلا قلنا من بين شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق، اماطه الاذى عن الطريق شعبه من شعب الايمان. هذا العبد ما حققش هذه الشعبه، لقى مثلا الزبر في الطريق وما حيدوش، اذا هذا فقد شعبه من شعب الايمان، واش يكفر؟ لا يكفر. رجل لم يقم ببر والديه، وبر الوالدين شعبه من شعب الايمان، اذا فقد شعبه من شعب الايمان، هذا يكفر ولا لا يكفر؟ هذا لا يكفر. وهذا من عرفناها التفصيلات، عرفناها من الأدلة، عرفناها من الأدلة بأن كثير من الناس فقدوا شعبا من شعب الإيمان وما حكمش عليهم الشرع بالكفر، ما حكمش عليهم الشرع بالكفر. لهذا خذوا مني واحد القاعدة، حاول أخويا يجمع رجليك وركز معايا مزيان، هاكوك وركز معايا مزيان، عاد شنو اللي سرح رجلي غادي يترخى، وهذا كيناقض هيبة هذه المجالس هذه. باش تسالي تقطع الحيط والسجلي ودير لي بحال هكا، سامح الله يستقبل، عرفت نحصلوا على هذا المجلس وتبقى عندنا شويه ديال الهيبه، ان شاء الله تعالى يبارك فيها، انا ماشي حسبتكم غادي تخسر الحزين كله، حاشا لله. طيب، ركزوا معي مزيان في الكلام اللي غادي نقولها. العبد المؤمن كما قلنا ممكن يفقد شعبه من شعب الايمان وكيبقى مؤمن، ما كيكفرش، ولكن الايمان ديالو كينقص، ياك؟ الكافر قد يفعل شعبة من شعب الإيمان، واش سيؤمن بهذه الشعبة؟ يصير بها مؤمنا؟ مثلا عندنا كفار يصدقون في الحديث، هل يصبحون مؤمنين بإحيائهم لهذه الشعبة؟ لا. الكافر يقوم ببر والديه، واش يصير مؤمنا؟ لا. إذا كما قلنا المؤمن، لأن الإيمان عنده شعب، من بين شعب الإيمان صدق الحديث، من بين شعب الكفر الكذب في الحديث، من بين شعب الإيمان بر الوالدين، من بين شعب الكفر إهانة الوالدين. إذن العبد قد يفعل شعبة من شعب الكفر وما غاديش يكون كافر. الكافر قد يفعل شعبة من شعب الإيمان ولا يصير مؤمنا بخلاف الأركان. المؤمن إذا فقد ركن من أركان الإيمان ديك الستة كيولي كافر. الكافر لو حقق ركن من هذه الاركان، لو حقق خمسه من خمسه الاركان لا يصبح مؤمنا. اذا الا بغيتي تكون مؤمن حقق الاركان كامل، الايمان بالله، الكتب، الرسل، الملائكه، اليوم الاخر، القضاء والقدر خيره وشره. اذا حاولوا ركزوا فينا على هذه التفصيلات اللي ذكرت، راه سهل، سهله لو انها تقيد وتفهم راه يكون فيها خير كثير.
إذن الإيمان شنو قلنا؟ قلنا تعريفه قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وتصديق بالجوارح والأركان. شنو هي أركان الإيمان؟ ستة. هي اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. شعب الإيمان، ملي كنقولوا شعب كنقصدوا بهذه الكلمة الخصال. الخصال هي الإيمان. شعب الإيمان كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. طيب الآن ملي عرفنا الإسلام وعرفنا الإيمان، غادي نشوفوا العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. ما هي العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان؟ هل الكلمتان كيقولوا فيهم العلماء واحد القاعدة، كاين كثير، لأن اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لغة عظيمة ومتناسقة ويخدم بعضها بعضا. كنلقاو مثلا كلمة واحدة كنغيروا غير الحرف كيتغير المعنى، وكتبقى ديك المعاني متقاربة، كتبقى ديك المعاني متقاربة. هذا من خصائص اللغة العربية. مثلا كلمة العلم، كلمة العلم ممكن كنقولوا مثلا علم، كنقولوا علم. مثلا كلمة جن كنقولوا جن، كنقولوا جنين، كنقولوا جنان، كنقولوا جنة. هذه الألفاظ كلها كتدور مثلا على حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف، كيختلف المعنى، ولكن كتلقى ديك المعاني تجتمع حول شيء واحد. مثلا الجيم مع النون، قلنا عندنا كلمة جن، ومنها كذلك كلمة جنة، ومنها كلمة مجنون، ومنها كذلك كلمة جنين. الجن شنو الجن؟ الجن خلق من خلق الله معروف. الجنة خلق من خلق الله معروفة، غادي نتكلم عليه إن شاء الله تعالى، هي دار الخلد. المجنون معروف. الجنين من كيكون في بطن أمه. إذا المعاني مختلفة، ولكن ما دام مشتركين في حرفين اللي هما الجيم والنون، المعنى ديالهم كله كيدور على الخفاء والاستتار. مثلا الجن راهم مخفيين علينا ما كنشوفوهمش. الجنة هي دار الخلد مخفية ما كنشوفوهاش من عالم الغيب. وممكن نسميو حتى مثلا الجنان ولا الحديقة الملتفة الأشجار كتسمى جنة. مثلا الجنان اللي كيكون فيه الغرس بزاف كيتسمى جنة، كما قال الله تعالى ملي ذكر أصحاب الجنة في سورة القلم. ملي ذكر أصحاب الجنة في سورة القلم، يعني المقصود بالجنة هنا البستان. وسمي البستان جنة لأننا لا نرى ما في وسطه، لأن ما في وسطه يخفى عنا بسبب كثرة والتفاف الأشجار حوله. كذلك الجنين، لماذا سمي جنينا؟ لأنه خفي ومستتر في بطن أمه. المجنون، لماذا سمي مجنونا؟ لأن عقله خفي، كيغيب العقلية. وهكذا. إذا اللغة العربية لغة عظيمة جدا، ولهذا لو أن الإنسان كان ملم وعارف شوية في اللغة العربية، غادي يتلذذ بكلام الله تعالى، وغادي يفهم القرآن. غنعطيكم واحد المثال، وسامحوني، ممكن أن الإمام الله يأخذ من أكثر من حس، ماشي مهم. نعطيكم واحد المثال كيدل على أن الإنسان يفهم اللغة العربية غادي يتلذذ بالقرآن. مثلا ملي كتقرا، مثلا نعطي واحد المثال بسورة الليل. الله تعالى قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا الأسلوب هذا كيسمى أسلوب قسم. أسلوب قسم، يعني الله تعالى يقسم بشيء على شيء. قبل ما نرجع للآية، نأصل واحد المسألة. كنقولوا مثلا الأخبار، الخبر، بغيت نخبرك مثلا بواحد الخبر معين. بغيت نقول لك مثلا راني غدا غادي نسافر. هذا كيتسمى خبر. إذا كنت عارف بأنك غادي تصدقني 100%، كنقول لك هذا الخبر بلا ما نأكد. ولكن إذا كنت عارف بأنك ممكن تشك، ممكن أن ذاك الخبر ما تصدقوش 100%، اش كندير؟ باش نأكد لك هذا الكلام، كنأكد لك الخبر، كنأكدو ببعض المؤكدات اللفظية. من بين هذه المؤكدات اللفظية كاين القسم. كنقول لك مثلا والله العظيم سأسافر غدا. إذا هذاك القسم ليش جبته؟ باش نأكد لك هذاك الخبر. ولا كنقول مثلا إني مسافر غدا،
كنأكدوا بهذيك إما، ولكن أكدوا مثلا بلا متأكيد، ولكن أكدوا ضمير الفصل والعماد ممكن أكد. الإنسان العربي ملي كيسمع واحد الخبر مسبوق بمؤكد من المؤكدات، يعني الإنسان العربي قبل ما يوصل هذاك القلب ذاك الخبر قبل ما تسمعه ودنك كتسمع تأكيد، يعني كتكون مثلا انت ناس كتسمع والله العظيم كتنتبه. علاش كتنتبه؟ كتقول مادام كاين تأكيد إذا هذا الخبر راه مهم، عنده أهمية هذا الخبر، هذا الخبر راه مهم. بخلاف قلت لك مثلا راني مسافر صافي خبر عادي، ولكن أنا كنمهد لك هذاك الخبر. اش كتقول انت؟ كتقول فلان مادام أكد إلا والخبر ديالو كيستحق الاهتمام وخاصني نصغي ليه وخاصني نركز فيه. ملي كتسمع مثلا والليل إذا يغشى، هذا قسم، يعني تقول مع نفسك الله تعالى أراد أن يؤكد لي أمرا. شنو غيأكد؟ طيب ما هو الخبر؟ كيقول الله تعالى والنهار إذا تجلى. اش كتقول؟ يعني كيزيد يأكد لي الأمر. هذا كيدل على أن الخبر خبر عظيم، يعني كتشوق أكثر لهذا الخبر. كيزيدك الله تعالى مؤكد ثالث، وما خلق الذكر والأنثى، يقسم بنفسه، لأن ما معناها والذي خلق الذكر والأنثى، يعني كتقول هذا خبر أكد الله تعالى بثلاثة المؤكدات، إذا هذا خبر عظيم. أنت شنو كيوقع لنفسك؟ نفسك كتشتاق ونفسك كتكون مستعدة لذاك الخبر. ملي كتسمع الخبر تسمعه وأنت موقن به وأنت قد عقدت قلبك عليه. إذن هذا مثال، أمثلة كثيرة جدا. هذا مثال لأن الإنسان لو فهم وفطن اللغة العربية لتلذذ بكلام الله عز وجل. إحنا من الآن القرآن يقرأ عليه، القرآن يقرأ عليه، ولكن ما كنردوش بال المعاني. إحنا كنقاو مثلا كنصنتو في التراويح ولا في غيرها، ولكن اللي كيخدم مثلا شرائط ديال القرآن ولا شي قناة ديال القرآن في الدار وكيبقى يتصنت غير للألحان وللأنغام، وهذا مرض خطير. يعني كتلقى الإنسان مثلا كيتصنت كتقرا سورة البقرة من الأول حتى الآخر وكيلقى بأنه ما ركزش معاها، يعني ما في سورة البقرة من أحكام ومن أخبار ما عرفش شنو داز، ما حس بيها حتى داز، بقى غادي غير مع النظر. وهذا من الأخطاء اللي كتوقع لينا مع كلام الله عز وجل، أن كثير من الناس اللي كيبداو يختاروا هذا المقرئ هذا المقرئ كيختاروا ديك الألحان. نعم القراءة واللحن راه وسيلة تعيننا على التدبر وعلى فهم القرآن، راه ماشي غاية، راه ماشي غاية. ملي كنقلبوا مثلا هذا صوته حسن هذا كذا هذا كذا كنمشيو مع داك النغم القرآن ما كيبقاش، ما كندبروش القرآن. ولهذا لعله من الحكمة، من الحكمة أن ذاك المقرئ اللي كيكون صوته حسن وما كيكونش عنده النغم كثير، هذا اللي كيسمع لي كيتأثر أكثر. ونعطيكم واحد المثال، وربما المثال يظهر بأنه مثال مقصود. مثلا شوفوا القراء اللي كيكونوا في الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، ما تسالتوش واحد السؤال مثلا شحال واحد كيقول راه كاين قراء في الحرم، كاين قراء ربما انهم افضل ممن يقرا في الحرم المكي. كنقولوا هذا الكلام يعني مثلا علاش ما يجيش فلان، علاش ما يعيطوش على فلان الحرم المكي، علاش كيختاروا قراء معينين؟ دوك القراء كنلقاهم كيشتركوا في امر واحد، انهم ما عندهمش هذيك النغمه المبالغ فيها. لعل هذا الامر مقصود كنظن، لأنه لو كان ديك النغمة مبالغ فيها اللي غادي تصنت القرآن ما غاديش يركز مع الكلمات، غادي يركز غير مع النغمات. وهذا هو العياذ بالله مرض نعيشه إلا من رحم الله عز وجل. لهذا بعض القراء الإنسان اللي تصنت لهم كيستافد كيعي الكلام، بحال المنشاوي رحمه الله، بحال سعد الغامدي رحمه الله، بحال الشريم. كاين بعض القراء نعم هم من أهل الفضل وهم من أهل الخير ومزيان الإنسان يسمع لهم، ولكن يبذل مجهود وركز على الكلام. بحال مثلا ياسر الدوسري، ناصر القطامي، كتسمعوا به؟ نعم 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 نعم. هاد المقرئون يعني فيهم خير، الانسان يسمع لهم ولكن يحاول يمشيش مع النغم ديالو، ما يبقاش غادي يغير مع النغم وحتى ينسى الكلام. لان المقصود بالدرجه الاولى شنو هو؟ والكلمات، الكلمات. ماذا يريد الله عز وجل منك يا ايها الذين امنوا؟ ماذا يريد الله عز وجل؟ إذا لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر أيها الأخوة الأعزاء. نرجعوا لموضوعنا، نزيد خمسة دقائق إن شاء الله تعالى ونصف. نرجعوا لموضوعنا، قلنا بأن الإسلام والإيمان عندهم علاقة مع بعضهم، عندهم علاقة مع بعضهم.
قلنا بأن اللغة العربية لغة عظيمة جدا. كاين بعض الكلمات اللي كتكون متشابهة في الأحرف وبالتالي كتكون متشابهة حتى في المعاني. بحال مثلا كلمة الجن جنة، هذه التشابه فين حصل؟ التشابه حصل فاش؟ حصل في الحروف. كلمة الإسلام والإيمان ما كاينش تشابه في الحروف، ولكن كاين تشابه في استعمال الشرع لها. كاين تشابه في استعمال الشرع لها، ربما العبارة أو البحث يقدر يستعصي على البعض. قلنا مثلا بأن كلمة جن جنة تتشابه في ماذا؟ في الحروف، حتى المعنى فيه تشابه. إذا فيها تشابه بالوضع العربي. كلمة الإسلام والإيمان فيها تشابه، ولكن ماشي بالوضع العربي والوضع اللغوي، ولكن فيها تشابه باش بالوضع الشرعي. يعني الشرع استعمل الإسلام والإيمان في دوائر متطابقة. أنا نشرح هذا الأمر. المهم هذا البحث مزوج تشابه بالوضع اللغوي أو تشابه بالوضع الشرعي. اللي فهموا فهموا، اللي ما فهموش إنسان معدوم يدير. طيب الآن الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان كلمتان إن افترقتا اجتمعتا، وإن اجتمعتا افترقتا. غادي نشرح ثاني إن شاء الله تعالى مزيان. الإسلام والإيمان. الإسلام المعنى دياله العمل الظاهر، الصلاة والصوم والزكاة وغيرها. الإسلام المعنى دياله العمل الظاهر. الإيمان المعنى دياله العمل الباطن، ماشي اللي كيكون الاعتقادات عندي في القلب. مثلا الإيمان بالله، واش الإيمان بالله عمل قلبي ولا عمل بالجوارح؟ عمل قلبي. الإيمان بالرسل عمل قلبي. الصلاة عمل بالجوارح. الزكاة الصيام الحج عمل بالجوارح. طيب إذا الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة. طيب إلا لقينا في شي حديث ولا في شي آية تذكر الإسلام والإيمان ذكر معا، بحال هذا الحديث ديال جبريل ذكر فيه الإسلام والإيمان، يعني غادي نقولوا اجتمعا في نص واحد. شنو غادي يترتب على هذا الاجتماع؟ غادي يختلف المعنى ديالو. غادي يولي الإسلام المقصود منه العمل الظاهر، وغيولي الإيمان المقصود منه العمل الباطن. إلا لقينا مثلا في شي نص تذكر غير الإسلام وحده، يعني هنا افترقا في النص وغادي يجتمعوا في المعنى. مثلا لقينا مثلا مثلا الله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بإيمانكم هنا صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم. إذن الإسلام المقصود به العمل الظاهر، والإيمان المقصود به العمل الباطن. من اللي قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، شنو المقصود بالإسلام هنا؟ العمل الظاهر والعمل الباطن. العمل الظاهر والعمل الباطن. من اللي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، شنو المقصود بالإيمان هنا؟ العمل الظاهر والعمل الباطن. إمتى كيكون الإيمان المقصود به العمل الباطن والإسلام المقصود به العمل الظاهر؟ من اللي كيتذكروا في نص واحد. إذا بارك غير هذا القدر هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سنتابع الكلام عن الإيمان بالله عز وجل.